جيلوز باش يحكي لنا على تجربة في مرحلتين انتخابيتين اللي هي شارك فيها التجمع الاشتراكي التقدمي والحزب الديمقراطي التقدمي في معارك اللي واجه تقريبا نفس الإشكاليات اللي حكاوا عليها المترشحين اللي سبقوا. تفضل سي منجي اللوز. يرجى من الجميع التفضل بغلق الهواتف الجوالة وعدم التصفيق، كما نلتمس منكم التزام الهدوء التام. السلام عليكم. أنا برشا منكم يعرفوني، ولكن برشا من التوانسة ما يعرفونيش. اسمي منجي اللوز، عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الديمقراطي التقدمي سابقا، و أيضا مدير تحرير صحيفة الموقف المعروفة. طب بعد عندي كلمة عليها صحيفة الموقف. في البداية أود التوجه بالشكر الحار لهيئة الحقيقة والكرامة على إتاحة هذه الفرصة التاريخية. نعرف باش تقولوا لي هذا واجب، لكن نعرف صعوبة القيام بالواجب. ونقول الموضوع متاع الانتخابات في العهدين السابقين هو بحر غرق، إن شاء الله الواحد يسلك نعرف نعوم معنا. الحقيقة هي أكثر من 50 عام من تزييف إرادة شعب، هي أكثر من 50 عام من قمع واضطهاد ومنع الفاعل السياسي التونسي. ونعرف بكلنا يعني المجتمع التونسي يسخر بالتعدد والتنوع. منع 50 عام أو أكثر من منع الفاعلين السياسيين في تونس على المشاركة السياسية وعلى التمثيلية في الهيئات المنتخبة. هذا هو التاريخ المر. الحقيقة أنا مني صغير عشت مختلف أطوار الانتخابات، كنت أشعر بالغبن. نتبع الانتخابات الفرنسوية والانتخابات الأمريكية والواحد يحقر روحه. وأنا أقول هذا مش شعور منجي اللوز فقط، هذا شعور أغلب التوانس، معظم التوانس. قال منين باش نبدا الفنان، نبتدي منين الحكايه؟ وعلى ذكر الفن بكر يذكرها واحد من الاخوه كوستا غافراس فيلم زاد. انا اقول المثقفين والفنانين والمخرجين السيناريست قدامهم مين دار، معناها ان برودوي كابتيفون يخرجوا منه العجب هذا. دونك وانا ناكد بحكم تجربتي ان الافات الكبيره، الافات حشاكم السامه اللي نخرت وما زالت تنخر المجتمع والدوله التونسيه، اللي هما الفساد والإرهاب
والاستبداد، الآفات هذه لا تعالج في التحليل الأخير إلا بالتعليم والتربية والثقافة. لذلك أتوجه بنداء حار لمثقفي تونس باش يحطوا يدهم في الـ في الـ في الـ في العجة هذه. باش نتكلم بنوع من التركيز على الانتخابات بوجهها، التشريعية والرئاسية، وباش يركز على لي مومون دو بيك نتاع الانتخابات، يعني انتخابات 89 وانتخابات 99 وانتخابات 2009. لكن قبل ما نتكلم على 89 نحب نقول كلمة على انتخابات العهد البورقيبي. قال الستار بالخوجة، الستار بالخوجة ذا كان وزير الداخلية وقت تم اعتقالي في 73 وعذبت حتى الموت لمدة 3 أسابيع ليلا نهارا 24/24 ومسلسل. قعدت معه من بعد ونقول لكم وصلت الأمل الوحيد عندي في حياتي هو أني نموت تحت التعذيب، وهذا ربما مش موضوعنا الآن وتجي فرصة نتكلموا فيه. ستار بالخوجة قعدت معهم، ما عنديش أحقاد أنا. حتى الناس اللي عذبوني قعدت معهم، جاءوا طلبوا مني السماح يتبكاوا، وأربعة ولا خمسة هم كلهم وفاهم القدر، وأنا الحمد لله مازلت حي أرزق. قعدت معه لخص لي الموضوع في كلمة، قال لي احنا كنا مرتاحين في عهد بورقيبة، يعني لا انتخابات ولا تزوير، ما كناش نزوره. قال لي لوين نزور؟ حزب وحدنا نزوره، ما علاش نزور؟ دونك حكيت لا امساك ولا تصيبك اللي حكاها سي جيجا دي كله كلامه برا، وحدهم يتقدم. والانتخابات تتم قبل ما تبدا، ديكو يقع الاعلان على قائمات الحزب الوحيد والاوحد تتحط الذبايح، تبدا الذبايح قبل الانتخابات. الاخر كله قال الاخر ذر الرماد على العيون. الشعب التونسي فايق والرأي العام العالمي الغاد منه. دونك ملخصة، التطور متاع انتخابات 89 هي أول انتخابات في العهد الجديد، العهد الجديد والبيان ولا رئاسة مدى الحياة ولا خلافة آلية ولا يقولنا في للسنيديتي متاع بورقيبة، لما نوع من توسم الخير. وإذا به يعني عامين بور أرانجي لي موبل، ومن بعد بدات رجعنا وين ما رجعنا وين ما كنا. وأنا قلت كلموا لخيان على الانتخابات متى 81 بورقيبة وقت قال لا أرى مانعا. انتخابات 81 اتان شوك تانجيو بعد عندها لي كلمة صد، معناها شوك يا بوسكولي.
89 خذوا الدرس. وقت اللي سي حمد المسيري رفض الصيغة متاع الائتلاف، ائتلاف القائمات ولا القائمات الوطنية، ما تفهموش على البيض أو لسبب آخر. كل واحد ينجم يقول شي حب. أنا أقول أنا ذاك الفريق الحاكم سلك سلوك الاحتواء المزدوج لحركتي الديمقراطيين الاشتراكيين ولحركة الاتجاه الإسلامي، ولا تشناض وقت راس براس ضرب وربح. بكر الأخ يقول 60% ومسيدك تخدم في قانون انتخابي حسب نظام الاقتراع بالأغلبية. وقول على روحك انت الصب ويخرج دونك. الانتخابات تاع 89 دارت في نطاق قانون ولا نظام الاقتراع بالأغلبية، ما تغير شيء على قبل. و في الانتخابات هذه تم اعتماد قاعدة جديدة اسمها تزكية المترشحين. هي تزكية المترشحين هذه عصفورين بحجرة، يعني إقامة حاجز منيع ضد تشكيل القائمات، ثم وهذا الأهم الغرض الأمني الكشف على الأنصار. وتجيكم الحكاية من بعد. يعني يوصل الأمر أنه ولد فيه مقاعد بيانات كما قال الأخ بكي، يجي في بوزيد ولا في المزونة واحد أو يعرف سي مولدي الفهم، مشى يطلب في العلف، قال له انت النهزة متاعك معارضة، برا المعارضة تعطيك العلف. وقص على ذلك يعني حرمان منهجي من جميع الخدمات الاجتماعية لكل الذين وقعوا على التزكية. وصل بهم الأمر في قائمة متاع بوزيد، رئيس البلدية حط يده على أوراق التزكية باش يمنع سلفان باش يخدم القائمة. في 89 الأستاذ أحمد نجيب الشابي ترأس قائمة أريانا، وكان عندهم مقر للقائمة، يعملوا هكا يحرقوا المقر، حرقوا لهم المقر ومعروفين اللي حرقوا. وفي نطاق الصراع الداخلي يقروا على واظم جاء استعرفوا، وعندنا اعتراف مدون وما نحبش نذكر الأسماء. أنا أكثر من هذا في عملية فرز الأصوات، واحد من أعضاء القائمة ومخرجوا طردوا أعضاء القائمة الكل، واحد من أعضاء القائمة ازلق قعد اش يعاين وعنده صفة مراقب بالقانون باعتباره عضو من القائمة، اشي عاين هزوا الصنادق الكل جابوا سكبوا بال وصبوهم فيه سكبوا بال. هذاك هو الصوت التونسي بقعة شنية، هذوما اللي تكلموا فينا هكا على طرطوشة اللسان يحب
يعتذر ويعترف وأنا بامد. هذيك قيمة الصوت التونسي سكبوا بال، تشعر بالاحتقار لنفسك. وقف قال له يا سيد كيفاش تعمل هكا؟ شكون قال له انت؟ قال له انا تابع القائمة راس سيفتي كذا وانا من ناحية قانونية مراقب. حيطولوا للأمن ايفاكوي بالقوة. شاهد ظلم عند والي لعله وعسى والي هريانة كيما الحيط تكلم في حيط كيفاش يقولوها هما أنكر بالنفي، أنكر بالنفي ولا أقر بالنفي. هذه 89 94 مر عليها مرور الكرام السفك. نقول أنه في 93 94 طبعا تم إقرار نظام الكوتا بالنسبة للمعارضة. المعارضة فاقدي السند السيستيم معناتها كوتا متاع 20%، وكوتا ستون دوناسيون توجيه مختلف الأطوار ما تشكون يتعدى تعدى بالملف الأمني، ما يتعدى حد من غير الملف الأمني. وإحنا أنا ذاك الحزب الاشتراكي التقدمي دخلنا في معركة معه ولينا مصنفين اندكسي كما تو يصنفوا جماعة الراب ولا هو مثل كل حاجة في بلاصتها، خاطر احنا كنا نعملوا في السياسة مش البدنية، المدنية السلمية العزلاء. رفضنا الحل الأمني في معالجة الملف الإسلامي، ورفضنا الاصطفاف مع منطق يا معايا يا ضدي وبرشا راه من ساقه. من وقتها واحنا محل عقاب سيبلاش. نمر إذن العام الانتخابات 99 فيها زوز ميزات. انتخابات 99 فيها أني هي أول انتخابات رئاسية تعددية. أمن. وفيها أنه سي صادق شعبان الله يذكره بفعل والله يذكره بالخير وصح بسبب. ونحن لا نحمل حقدا على أحد، هو ما يعرف، هم اللي كانوا يعاملوا فينا بالأقصاء والحقد مش احنا. عيط لي قال لي سي فلان راهو حان الوقت باش تدخلوا للمباركع لكور لا باسكور. اما راهو تساندو ترشح الرئيس، ما وقتها الموضه حرب العراق وكذا، ثم النفط مقابل الغذاء. قلت شنية هذه بيع وشرية، نفط مقابل الغذاء؟ سكت. ومن وقتها
كل يد عارفة أختها. في الانتخابات هذيك الديمقراطي والحزب الاشتراكي الاشتراكي التقدم وطور طور برشا كما أي كيان، معناها يتقدم في كل الدوائر، ولكن قائمات تعامل معاملة خاصة بالإسقاط. على شنو القانون؟ هذا مش مسجل، هذا يخنقوه بالضغوطات والترهيب وكذا باش يسحب. ألخ 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 الأساليب الكل وقف عليها الأخوة. عام 2000 ورا زاد نفس الأسلوب ونفس المنهج، قدمنا 24 أسقطونا 7 خاطر الكريتير وقتها مش حكاية أصوات ولا شي صنفك في ويحكم هو شي طلعك من قائمة حسب الترتيب السياسي بين الظفرين الأمني. إن انتخابات لا انتخابات، انتخابات إذا انتخابات فهي انتخابات أمنية. انسحبنا وقت، انسحبنا قبل يوم الاقتراع، وإحنا ناس عقدنا العزم على المشاركة. ولوه بما أنك أنت سيبليل ومشاركة، وثم برشا أخوة في اليسار وفي كذا معناها يعطبوا علينا، احنا توخينا طريق واسلوب ومنهج الفضح من الداخل. نحب نكشف العملية الانتخابية حقيقتها من مصارنا من الداخل، ونكشف قدر جهدنا للشعب التونسي. هذا الطريق اللي توخيناه. نمشي بسرعة إلى 2009 وهي آخر انتخابات النظام السابق. في البداية نعلمكم أنه تم إسقاط جل قائمات الحزب الديمقراطي التقدمي آنذاك. مثال قائمة متاع تونس واحد ترأستها مع سي منظر الفريجي، قال الآخر الله يذكره بخير أقول الله يذكره بفعله. وللعلم سي منظر الفريجي هذا راهو أنا كنت في قيادة منظمة العامل التونسي، كان عندي في حلقة مش في خلية، في حلقة. مشينا وحنا نقدموا القائمة في آخر وقت هاكا باش ما يكشفوهاش باش ما يضغطوش باش كذا إلى آخره إلى آخره. مشينا ماضي ثلاث حل الولاد وقت هيا كي دخلنا سلام اللوطة استقبال وكذا في الأكوي اللوطاني، شفنا فتوات بندية، وأنا نعرف معناها بندية في السجن وقت نعملوا ضربات الجوع، يجيبولنا البلاز وخوه لإرغامنا على تلقي الحقن لإيقاف ضربات الجوع. نعرف شنو المناظر هذيك، معناها شدين باب الأسانسور. هنا الحاج بيودي شنو هذا؟ قال يذوكم قائمة يستنى، وهذا قائمة يا وخ وهذا قائمة شين عبارات هذه يا ملايار الثقيلة القائمة هذه. برر أصبر ما يسام الشاب
الله يذكره بالخير. أمني بهر ماضي ثلاثة الأربعة الخامسة خسرت، قلت له وين بيها تو؟ هما سدين علينا الأسانسور. قلت له أخويا هيا برا شد الدروج. طلعنا للدروج عارضنا ما تمد تفرنا، ومع السوب كان قدموا بينا قضية. وطلعنا خرج سي منظر بالبروتيل هكا، قلت له انت يا منظر تعمل فيا انا منجي اللوز العمايل هذايا؟ لا يا سي منجي تفضل وكذا وتو كذا الى اخره، تقلب بعد الدولاب. اي مرة انا معايا الفريق متاعي معناها قائمة ابو ثمانية، اي لي فورمولير اللي عندهم الفورمولير ما هز كان اربع رصتي نعمر في دو فورمولير. انا تتصوروش انا جبت اربعة برك ويقبل عليا سي منظر الفريجي القايم والعوان متاعه وكل هيك تممنا، عملت عمرت لي دو فورمولير وخرجت من غد. في وقت تسليم الوصل لوقتي سقطت القائمة، تسقط القوائم هي، فهمت؟ ما عادش قائمات، قوائم، فهمتني؟ سقطت القائمة علاش؟ قال ما جاب كان أربعة، عجب. رصة أنا ما قلت لك سقطونا جل القائمات، ولينا واحد داخل واحد خارج على مجلس الدستوري، إلا مجلس الدستوري. على كامل احترامي للقضاء نشعر بالإهانة، وصحابي القضاة وقداش مشينا مع بعضنا في الكفاح، خاصة متاع القاضيات الباسلات، أما هذوكم كل واحد متاع الكنائس ما نحبش نقول كلمة. ايه القائم ياخو حرفيا وجهة نظر السلطة التنفيذية، تملوا ايه عاملين الخماضة هذه الكل؟ مجلس واسمه مجلس دستوري. أنا قلت وقت بارك الله فيها عياض بن عاشور كما تخلوش، حبش نقول كلمة وقلبي بشي ترشق، حب نقول كوري يعطي الصحة لما تخلوش. وأنا من بعد عملت مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كلمة الآن سريعة على الانتخابات. وربي خلينا نقول لكم كلمة برقية، ساعة البيان الانتخابي متاع 2009 رفضونا البيان الانتخابي، وقالوا شو اسمه الإداء القانوني، هم إداء يرزقكم فيه الإداء القانوني، رفضونا البيان الانتخابي عليه. ومشى وقتها سي عصام ورشيد خشانة يتفاوضوا مع الدائرة السياسية لوزارة الداخلية، يتفاوضوا على البيان الانتخابي. شنو يتفاوض؟ احنا بيان 2009 سميناه قرص من احداث الحوض المنجمي، سمينا البلاد ماشية في شامباس. قلنا التمييز الجهوي، قلنا مش معقول الجهات الساحلية تتمتع ب 90%، واسمع الأرقام مش من عندنا،
من معهد الأحصاء، المعهد الوطني للأحصاء، 90% من الاستثمارات للشريط الساحلي و10% للجهات الداخلية. البلاد علاش ترشقت على الموضوع هذا؟ وقلنا أيضا مش معقول شباب تونس يموت في قوارب الموت، مش معقول الشباب العزيز هذا يموت في قوارب الموت. هم لي دو بروبليم اللي فجروا الثورة التونسية، نحيهم قلنا لهم لا، لا سبيل إليه. بقى الأمر هكاك. بعد فوات الأوان والحملة مضمضت، يبعث لنا سي وزير الداخلية عن طريق عادل المنفذ، راهو صدر، صدرنا عفو على البيان متاعكم، جوزوه تنجموا تهزوه بما فيه كما هو. هذه دولة. سي هيثم الشابي وسي رشيد خشانة يسجلوا كلمات في التلفزة وما يعديهمش. سي رشيد خشانة خاطر قال أنا أتحدى أنه يجي أي وزير من وزراء بن علي في مناظرة تلفزية معي. وسي هيثم الشابي أخذ الكلمة متاعه تتضمن فحوى متاع البيان. أنا قطعت الورقة، عملت يحكي مبكري على القاضي إيش قال له الجنيدي. اسمع، نعرف التعذيب، راهو تعذيب النفسي متاع قضاة هذوك. عملت في الأخر، قلت بربي يسحب يخوض كتاب أنت تكتب أنت. قطعت هالورقة، انتقالك على السورية وانا خط لخوذ اكتب انت الورقة. وبعد رخ وتعدات الكلمة. اما معناها هذه انتخابات يا رسول الله. كلمة قلت على الانتخابات الرئاسية نمر، يعني حكاية القائمات والبيان الانتخابي والحملة ما نحكي لكمش، حكاية الأخوان يعطي قاعة نائية ويخلي سنتور قدامها أمن وميليشيا لمنع الحضور. أمن الفرز واحد من المعتمدين الأول أعطاه تعليمات. فهمت؟ القائمة الصفرة ملغات، هذا عام 2004، نحيوها. الدور تلقاها في روسي دون لي كاسة بوبال، نحيوها راهي ملغات. الطعون أو قلت لكم على المجلس، المراقبة، كلمة عن المراقبة. المراقبة كل 5 سنين عندنا سي مسيو سوغان، احنا قرينا نتذكر ريسيتاسيون اسمه لشيفر دي مسيو سوغان. يقولت انا مسيو سوغان هذا يجي لتونس، وين المعزة متاعه؟ بعد عملت هك، هي تونس هي المعزة، يجي احلبها تونس. للتسيو تغدق عليه أموال المجموعة الوطنية، ساعتي سني شهادة ما تشرف حتى يلي فرنسي، ما تشرفش حتى فرنساوي، يعطي شهادة زور على انتخابات زيف وتزوير. هاي ما نتكلموش على فارقة ذوكم أعظم من همنا، يجيب من جماعة الأنظمة. فهمت؟ عمل مرصد وطني للمراقبة، رأسه
عميد المحامين، كامل الاحترام للمحامين. ساب الواب البيه دار على الأحزاب، على بعض الأحزاب مزيناس. أنا في طنبك الماركة مع منظر الفريزي نطلب فيه ونعاود، ولا حياة لمن تنادي. أردت في الشارع قلت ساب الواب ربي شعين، قال لي عينت أنا مسقط لكم قائماتكم. قلت له افيك سا فو نيت با كونتون انكور. ثم ايه والتقرير، قلت له وين التقرير؟ قال لي التقرير لصاحب الامر. الراي العام عنده حق بس يطلع يزبل. ثم الرابطة التونسية قامت ببعض الجهد، مشكورة سي مختار الطريفي وعزادو، فهمت، في انتخابات 2004 وفي انتخابات 2009، فهمت. موضوع الانتخابات الرئاسية وذا داء تونس الأكبر، داء تونس العضال، هو النظام الرئاسوي. وفي النظام الرئاسوي علاش رئاسوي؟ خاطر الرئاسة مدى الحياة، وما سايب الكرسي إلا سينيل شيخ. لا سينيليتي إلى بريزيدان سافي، هذا داء تونس في العهدين. جاء بشرنا قال لا كذا، ايه في الولاية، في الولاية الثالثة، فهمت، في الولاية الثالثة افتح هكا كيما عمل في الـ في الـ في, الـ في البرلمان اللي هو كاس دو ريزونانس تاع حكاية فارغة، فهمت، كيما عمل في البرلمان حب يعمل هكا جرعة قطرة قطرة في الرئاسة. اش قال؟ الانتخابات هذه يسمح للأمناء العامين للأحزاب البرلمانية اللي عينهم هو اللي راضي عليهم هو الأحزاب البرلمانية، معناه هو يترشح ويختار من ينافسه. شكون نافس؟ سي محمد بحاج عمر وعبد الرحمن التليلي في الجولة الأولى. استثناء والاستهداف واضح، هو الديمقراطي التقدمي ونجيب الشابي عفوا 2004 يعمل استفتاء، هذا اللي قال لا رئاسة مدى الحياة، يعمل استفتاء 26 ماي 2002 لنسب المشاركة ونسب الموافقة مخك يقف به، ينحي سقف السن من 75 يهبط، من 70 يهبطوا يطلعوا ال 75، ويلغي تحديد عدد الولايات، ويسمح خلي من الاستفتاء، ويعمل قانون جوتابل كما كل مرة، قانون تالف، قانون مؤقت. في 2004 عمل نوت جوتابل سمح فيه لأعضاء المكاتب إلى جانب الأمناء العامين تاع الأحزاب البرلمانية إلى أعضاء المكاتب السياسية للترشح. هذا ما مكن سي محمد بوسيعة أنا ذاك من الترشح، وطبعا ديما استثناء البي دي بي الجمهوري لاحقا والمرشح بوتنسيال نتاعو نجيب الشابي 2009 وقت العياشي ظهر لي كان مازال هنا ولا روح، قال عامل تيرزي ومقص، معناه لعب بالدستور وبالقوانين
قانون تالف جديد يسمح بالترشح للأمناء العامين للأحزاب غير البرلمانية المرة هذه، وسع في الحرية، ولكن ألغى حق الترشح على أعضاء المكاتب السياسية. وقتها في الأثناء سي نجيب الشابي سلم مقاليد الواحد لما يجري، معناتها على القياس فصالة. احنا يعني الأطوار هذه كلها كانت مشفوعة ومحاطة بحملات متاع مناجد. الحزب الديمقراطي التقدمي والجمهوري لاحقا 2007 سميناها، قلت لك من منجمي أطلقنا حملة وطنية تحت شعار حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة. ثم في 2009 أطلقنا حملة، قدنا حملة لا للتمديد ولا للتوريث. وقت في الأثناء رانا عملنا 18 أكتوبر والإضراب متاع منجي عاش نجمو عملنا عزوز بعدك وبعد عنا وثائقي نقفل وكهو يقفلك هو المفيد. يعني لو خيانه متاع النهضة قالوا رانا ما نجموش نمشيو معكم في الشعار هذا. حبيت نقول كلمة فقط على أنه راهو القوانين الانتخابية مهما تسوء إذا كان ثم مناخ تحرري تسم تقع اختراقات، بدليل في 81 ثم نوع من الكليرسي انقشاع، في 89 ثم نوع من الانقشاع أيضا. دونك سا بيرمي خضات. أنا نقول في الأخير يعني المناخ شنو؟ حياد الإدارة، حرية الإعلام، وحرية التنظم. باش نقول ناخذ الكلمة متاعه هو سي وزير الداخلية السابق على حياد الإدارة، أبلغ كلام على حياد الإدارة واللي قالوا سيدي رزقيك يعني مقفولة قفلة وما تغيرش الأمر من وقت حتى البعد. كلمة على حرية الإعلام، احنا في الموقف انا مدير صحيفة الموقف تعلقت بينا 14 قضية 12 قضية 7 قضايا متاع الزيت ينعروهم. سير شيد خشان عمل نقل خبر على جريدة الخبر الجزائرية، قرروا في تونس ربما ثم سوب صمتا زيت فاس وطابت الطامة العام 7 قضايا بخلاف 5 قضايا أخرى. اضطرينا الموقف هذه صدقوني الدروغ بلو توليري كجريت الموقف. وشكون ياخذ الموقف وبالظاهرة في أحداث المنجمي وصلوا يشريوا العدد كامل، صدروا في 10,000 شراوا الكل بس ما يتوزعش. وصلنا عملت أنا وسي رشيد خشان على المضايقات والخنق ضرب جوع فدينا على المقرات. أيضا نجيب ومية عملوا ضرب جوع على المقر المركزي اللي هو وراء الولاية. صدقوني راهو نعملوا اجتماع بأربعين واحد نلقاو 150 واحد لوطة وألرت روس وراو ثم الغاز مفلوق وراو ثم الصونات وثم هذيك وثم هذاك. سيمونجي الساعة غير ربع، كلمة الختام، كلمة الختام نقول أنا إذا السياسة فن الممكن وهذا صحيح، فإن السياسة هي خاصة جعل ما هو ضروري ممكن.
قال القاوري روندر سكي نسسر بوسيب. وانا اقول ثم الثورة التونسية ما جاتش من عدم، ثم رجال ونساء في تونس كابدوا الويلات، كابدوا الويلات لجعل ما هو ضروري ممكن. والممكن شنو؟ هي الثورة التونسية، هي القضاء على نظام الاستبداد، هي. وهنا نحب نقول للتوانسة الكل، أنا مؤمن بذكاء التوانسة، وأنا أيضا يعني مش مبهور، يعني جو سالو ذكاء النخبة التونسية توت توندونس كونفوندو. نقول أنه لولا الزوز معطيات هذه راهو كنا كان وضعنا غير وضعنا الآن. ورغم المصاعب اللي مر بها الانتقال الديمقراطي في تونس وبكلكم تعرفوها، إلا أنه تونس في قلب بعضه مسلكتها بفضل ذكاء شعبها وبفضل يعني نضج النخبة متاعها وطوقها إلى التسويات. نقول لشباب تونس، أراي تونس أمانة في ديكم الآن، احنا المستقبل، أنا نحكي على الروح ورايا، تونس أمانة في ديكم. ونقول أن تونس اتمنيزي الآن، معناها عملوا لك الحقنة سميهم كما عملوها ضد الآفات. تونس قاعدة تعمل في خطوات جبارة، وهذا معناها مهمة شباب تونس المستقبل. وشكرا وبارك الله فيكم مرة أخرى.